السلام عليكم مشاهدينا الكرام. من الإمام ابن القيم الجوزية، وما مكانته العلمية، وما مذهبه النحوي؟ ما مؤلفات ابن قيم الجوزية العلمية، وما أهمية كتبه التبيان في أيمان القرآن، مدارج السالكين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، بدائع الفوائد، وزاد المعاد، وما منهجه وأسلوبه في تأليف تلك الكتب؟ سنناقش ذلك في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان ابن قيم الجوزية العالم الموسوعي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين. نذكر بموضوعنا هذا الأسبوع ابن قيم الجوزية العالم الموسوعي. نرحب مشاهدينا بدءاً بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. حياكم الله ومرحباً بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، أهلاً وسهلاً ومرحباً. ونرحب أيضاً مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور أحمد السعدي، أستاذ اللغة العربية في الجامعة التركية. حياكم الله دكتور. حياكم الله، أكرمكم الله، أهلاً وسهلاً. أهلاً بكم. إذاً دكتور حمدي، حدثنا بدءاً عن ابن قيم الجوزية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين، وبعد. الإمام ابن قيم الجوزية هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، الملقب بشمس الدين وابن قيم الجوزية. ولد ابن القيم رحمه الله تعالى في عام 91 و600 للهجرة، ويعرف ابن قيم الجوزية بغزارة علمه وسعة اطلاعه، حيث برع في علوم كثيرة، أبرزها علوم الحديث والفقه والتفسير والسيرة، كما أنه أجاد العربية إجادة جيدة جعلته عالما موسوعيا، لأن الذي يجيد العربية يمسك بزمام العلوم الشرعية. صحيح. ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى من مصر من الدار المصرية في 210 و700، لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف من الاشتغال على المشايخ قبل الإمام ابن تيمية رحمه الله. كان ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يحقد على أحد. قال ابن كثير: وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه، ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. عاش حياته في طاعة الله عز وجل وطلب العلم، فقد اشتهر بالورع والتقوى وشدة عبادته، وخصوصا في الصلاة التي هي ميزان المؤمن الحق. وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غدوتي، لو لم أقعدها سقطت قوي. وكان يقول: بالصبر والفقر تنال الإمامة في الدين. ويقول أيضا: لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. تعرض لمحنة مع شيخه ابن تيمية وسجن، وفي سجنه استطاع أن يتلو القرآن تلاوات كثيرة ويتدبره، مما أفاض الله عليه بجوانب عظيمة، يعني جعلته يكتب في أمور التزكية والأخلاق، مدارج السالكين وغير ذلك. نعم، حج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. توفي رحمه الله تعالى في ليلة الخميس الموافقة 13 من رجب
سنة 51 و700 للهجرة، وكانت جنازته حافلة شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة، وتزاحم الناس على حمل نعشه، وكمل له من العمر 60 سنة رحمه الله تعالى. نعم. إذن من هنا حياكم الله من جديد دكتور أحمد، حدثنا عن أبرز شيوخ ابن قيم الجوزية وأبرز تلامذته متفضلة. ذكر أنه قد أخذ عن والده، والده هو قيم الجوزية. الجوزية مدرسة للحنابلة في دمشق. ومعنى قيم بمعنى الناظر أو المدير في مصطلحنا اليوم، فهو كان عالما، والده كان عالما، وقيل إنه أخذ عنه علم الفرائض، فهو من عائلة علم. كذلك أولاده كما سنتكلم أخذوا عنه، غير أن شيخه الأبرز هو ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينما عاد من مصر لازمه نحو من 17 عاما حتى سجن معه. ولم يتركه إلى أن توفي رحمه الله في السجن، يعني شيخه ابن تيمية. فأطلق سراحه بعد ذلك. كان يكاد لا يخرج عن قول ابن تيمية، إلا أن هذا لا يعني أنه يعني يقلده محض تقليد، فقد خالفه في مسائل. وأذكر على سبيل المثال مسألة مشهورة عند الاقتصاديين، وهي بيع الدين بالدين، فقد خالف شيخه في بعض تفريعات هذه المسألة، لكنه في العموم يوافقه في المنهج والطريقة وكثيرا من اجتهادات ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك يذكر من شيوخه امرأة مسندة هي أم محمد، فاطمة بنت إبراهيم بنت جوهر. وهذا من يعني الشيء اللافت، أن يعني شيخا بقيمته ومنزلته يذكر أن من شيوخه امرأة، والظاهر أنه أخذ عنها في مطلع طلب العلم، فقد توفيت يعني وهو بعد في شبابه. نعم. من شيوخه أيضا الشهاب النابلسي وابن الشيرازي وبدر الدين بن جماعة وابن مفلح. ابن مفلح هذا أحد كبار علماء الحنابلة المشهورين. نعم. وهو من شيوخه. أما تلامذته فعلى رأسهم أولاده، في الحقيقة ابنه الأصغر عبد الله هو الأكثر شهرة. يعني هو برهان الدين هو إبراهيم. إبراهيم برهان الدين هذا أخذ عن أبيه وكان من أهل العلم، لكنه ليس كابنه عبد الله، كلاهما أخذ عن أبيه. من طلابه المشهورين ابن كثير صاحب البداية والنهاية، وصاحب تفسير ابن كثير الحافظ العالم الكبير الموسوعي، صاحبه مدة، وكذلك صاحبه أكثر من سنة ابن رجب الحنبلي صاحب طبقات الحنابلة، وهو أحد مشاهير علمائنا. فالحقيقة أخذ عن صفوة من علماء عصره، وأخذ عنه صفوة من علماء عصره. نعم. سأعود إليك أيضا دكتور. أيضا دكتور حمدي، ما مذهب ابن قيم الجوزية العقدي والفقهي والنحوي، وما أقوال العلماء فيه؟ نعم. ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى كان على مذهب أهل السنة والجماعة، على منهج المحدثين، على منهج أهل الحديث. وفي الفقه كان حنبلي المذهب. أما بالنسبة للنحو فكان على المذهب البغدادي الذي يميل إلى البصريين كثيرا، لأنه درس كتب ابن مالك، وابن مالك يميل إلى البصريين كثيرا مع اجتهادات خاصة به. نعم. المالك صاحب الألفية يعني. صاحب الألفية. نعم. نعم. من أقوال العلماء فيه، قال القاضي برهان الدين الزرعي عنه، قال: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه. برهان الدين الزرعي أو الزرعي. وقال ابن رجب: شيخنا ولد سنة 91 و600، وسمع من الشهاب النابلسي العابر وغيره، وتفقه في المذهب وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقي الدين، وأخذ عنه وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا بالتفسير لا يجار فيه، وبأصول الدين، وإليه فيهما المنتهى، والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية، وله فيها اليد الطولى،
وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك. وكان عالما بعلم السلوك التزكية وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى. وقال أيضا عنه ابن رجب، يعني ابن رجب من تلاميذه المعروفين رحمه الله تعالى، يقول: وكان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والحديث والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم. نعم، ولكن لم أرى في معناه مثله. هذه أكثر من تزكية إذن، من أكثر من عالم. نختم بابن العماد الحنبلي: المجتهد المطلق، المفسر النحوي الأصولي المتكلم. ما شاء الله، رحمه الله. رحمه الله. إذن دكتور أحمد، نمر الآن سريعا على مؤلفات ابن قيم الجوزية رحمه الله، تفضل. حقيقة أحصوا له نحو من 100 مصنف، ولا يمكننا في هذه العجالة أن نتحدث عن كل مصنفاته. يمكن أن أذكر لك مثالا في كل فن. مثلا في مجال القرآن الكريم له كتاب التبيان في أقسام القرآن أو في أيمان القرآن، أقسام أو أيمان، بمعنى أيمان القسم اليمين. وهو كتاب مشهور له، تحدث فيه عن الأيمان الأقسام في القرآن، مثلا والشمس وضحاها والضحى وكذا. وهذا فن له صلة بإعجاز القرآن، ويعتبر يعني ابن القيم من المجلين فيه. في مجال الحديث له تهذيب لمختصر سنن أبي داود وبيان علله وتوضيحه. ولو ألحقنا بالحديث السيرة النبوية فكتابه زاد المعاد إلى هدي خير العباد أشهر من أن يتكلم فيه، وهو كتاب في فقه السيرة، ونحتاج أن نتكلم عنه لاحقا إن شاء الله. في مجال العقيدة له كتاب شفاء العليل أو شفاء الغليل، وهو كتاب في القضاء والقدر، وهو أيضا من كتبه التي لاقت رواجا وشهرة. في مجال التزكية له الباع الطويل، وله اليد الطولة، له كتب كثيرة في التزكية، وقد طوعت وكانت عندنا يعني في دمشق توزع في المناسبات، طوعت طبعات كثيرة مثل إغاثة اللهفان والجواب الكافي ومثل حادي الأرواح، الداء والدواء، وأشهرها مدارج السالكين. مدارج السالكين، وأيضا نحن بحاجة إلى أن نفرده بالحديث، فهو من أشهر كتبه. في مجال الفقه في الحقيقة لم يؤلف كتابا فقهيا متكاملا، إلا أنه في أكثر كتبه تعرض للمسائل الفقهية. لكن في الفقه والأصول يمكن أن ننسب إليه كتبا متخصصة، يعني بحثت موضوعا معينا. خذ مثلا كتابه أحكام أهل الذمة، وهو في مجلدين، وأظن أنه لم يؤلف في أحكام أهل الذمة في حجمه وتوسعه وذكر الأقوال والأدلة والترجيحات، وهو كتاب عمدة في بابه ومرجع أساسي في ذلك. له كتاب إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، الذي خصصه للكلام عن الفتوى والقضاء والفقه وكذا. وأيضا نحن بحاجة إلى أن نفرد الحديث عن هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب في الحقيقة من أشهر ما شهر به ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. في اللغة العربية عندنا بدائع الفوائد. في الحقيقة بدائع الفوائد يمكن، وكذا كثير من كتب ابن القيم، يعني تكاد تحار في تصنيفها، يعني في أي مجال، هل هو لغوي نعم، هل هو في مجال الأصول، هل هو في مجال الفقه. حقيقة بدائع الفوائد فيه جانب فقهي واسع، وفيه اجتهاداته النحوية، وقد عرض فيه عددا كبيرا من المسائل النحوية، وأثبت فيه يعني تمكنه من هذا العلم. هذه بعض كتب ابن القيم، وقد قلت إنهم أحصوا له نحو 100 مصنف. نأتي الآن إلى تفصيل إذن دكتور حمدي، نبدأ معك من كتاب الذي انتهى
منه الدكتور أحمد وهو بدائع الفوائد في اللغة العربية. حدثنا عنه متفضلا. يعني كتابه بدائع الفوائد من الكتب الرائعة لابن القيم الجوزية، الذي تحدث فيه كثيرا في الأمور النحوية، ولا يتحدث في عرض المسائل النحوية عرضا كما يعرضه المتأخرون، وإنما يغوص في الأعماق في أمور الأسرار والدلالات والمعاني الخاصة بهذا الأمر. وقد أفاد كثيرا من الإمام السهيلي في كتابه نتائج الفكر في النحو في كتابه هذا، وهذا الكتاب تميز بعدة مزايا. من هذه المزايا التي تميز بها أنه يشتمل على تفسير كثير من آيات القرآن الكريم، وهو في تفسيره يغوص فيما تضمنه القرآن الكريم من الأسرار والحكم والعجائب، يأتي بالمتشابهات ويفسرها أيضا. يعني ولماذا أتى في هذه الآية بنكرة وهذه أتى فيها بمعرفة، ويفسر مثل هذا تفسيرا لغويا رائعا يدل على تمكن وعلى عظم في أمور العلم الذي وصل إليه. مما اشتمل عليه الكتاب كذلك القواعد في مسائل الأسماء والصفات. ومن مزايا الكتاب كذلك كثرة نقول المؤلف عن شيخه ابن تيمية، وبعض هذه النقول لا توجد في غيره من الكتب، مما يكسبه أهمية أخرى. وهذا جعل جامع مجموع الفتاوى الشيخ عبد الرحمن قاسم يستل منه بعض هذه النقول والفتاوى ويدرجها في مجموع الفتاوى. اشتمل الكتاب على كثير من التحريرات والقواعد والضوابط الفقهية والأصولية، فضلاً عن اشتماله على كثير من مسائل الفقه والأصول. اشتمل الكتاب على كثير من مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي هي الآن في عداد المفقود. فصار مرجعاً مهماً لتوثيق كثير من الروايات المنقولة في الكتب، والمصنف لا يخلي تلك الروايات من الشرح والتوجيه والجمع بين ما تعارض منها. أما ترتيب الكتاب، نعم، فلم يكن للمؤلف نهج متبع يسير عليه كما هو حال هذه الكتب، إلا ما كان من تسلسل مباحث النحو واللغة في أول الكتاب بعد استفتاحه بطائفة من مسائل الفقه، ثم صار ينتقل من فن إلى فن ومن دوحة إلى أخرى. وفي الحقيقة أغلب كتب ابن قيم الجوزية كما أشار أخونا الأستاذ الدكتور أحمد بأن الكتاب لا تستطيع أن تصنفه في علم من العلوم، إلا أن هذا العلم هو الغالب عليه في هذا. لماذا؟ لأن في معظم كتبه يتحدث عن اللغة ويفسر الأمور تفسيرا لغويا، ويتعامل مع التفسير اللغوي مع الدلالة تعاملا رائعا. ولذلك يحتاج إلى دراسة علمية كيف وظف الإمام ابن القيم الجوزية اللغة العربية توظيفا عمليا في فهم العلوم الشرعية من خلال كتبه. إذن مشاهدينا الكرام، فنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب، وستكون هذا الأسبوع مع أبي فراس الحمداني. أبو فراس الحمداني هو الحارث بن سعيد بن حمدان، ولد في الموصل واستقر في بلاد الحمدانيين بحلب، وقع مرتين في أسر الروم ونظم في سجنه الروميات، وهي من أروع الشعر الإنساني وأصدقه. قال أبو فراس: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر، تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر الشقر.
وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسن لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع ابن قيم الجوزية العالم الموسوعي. ما زلنا في كتب ابن قيم الجوزية دكتور أحمد السعدي، ومعك الآن كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، تفضل دكتور. زاد المعاد من أشهر وأهم كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، ويعتبر موسوعة في السيرة. يمكن أن نصنفه حسب ترتيب العلوم الجديدة تحت مسمى فقه السيرة. ألفه في سفره إلى الحج وهو في طريقه من دمشق إلى مكة، وأنت تعجب كيف استحضر يعني هذا الكم من المعلومات والأحاديث والتحقيقات وهو بعيد عن مكتبته وكتبه، وهو كتاب واسع جدا. آخر طبعاته نسبيا يعني آخر طبعاته طبع في 7 مجلدات في 7 مجلدات، فالتزم في قسمه الأول لنقل إلى نصفه تقريبا يعني روح الكتاب من خلال معناه زاد المعاد في هدي خير العباد. تحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة، هديه في الصلاة، هديه في الحج، هديه في الجهاد، هديه في العلاقات مع أهله، مع أسرته، في زواجه، في يعني سار في عرض السيرة بمنهج يمكن أن نقول إنه منهج مبتكر، لكنه في الحقيقة كعادته يطيل أحيانا ويستطرد. يعني في هديه في الحج تكلم طويلا في أحكام الحج وفي ترجيحات، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا أم كان، فيعني الحقيقة يستطرد كثيرا في الأحكام الفقهية. لذلك المادة التاريخية من السيرة أوجزت في بعض طبعات مختصر هذا الكتاب في يعني مجلدة صغيرة. نعم. التزم كما ذكرت إلى قرابة نصفه بهذا المنهج، وتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مختلف شؤون حياته، ثم عدل إلى موضوعات أخرى فتحدث عن الطب النبوي مثلا. هناك أفرد كتاب الطب النبوي لابن القيم طبع مستقلا، لكن هو في الحقيقة مأخوذ من كتاب زاد المعاد، يعني هو جزء من زاد المعاد، وبحث في بعض القضايا الفقهية وأطال يعني مثلا قضية الطلاق الثلاث بلفظ واحد أخذت منه في الطبعة الجديدة قرابة 200 صفحة، وهي يعني مسألة بسيطة، فيعني سرد في مسائل كثيرة فقهية وغير فقهية في نهاية الكتاب، لكنه إلى نصفه يعني تحدث في قضايا السيرة عارضا لما يسمى اليوم بفقه السيرة. إذن من زاد المعاد إلى كتاب التبيان في أيمان القرآن، معك يا دكتور حمدي. نعم. تفضل. هذا الكتاب يعد يعني من علوم القرآن، وطبع في طبعاته الأولى باسم التبيان في أقسام القرآن، لكن هذه الطبعات لم تكن فيها المقدمة المؤلف، طبع أخيرا بمقدمة المؤلف، ونص المؤلف في مقدمته القصيرة التي يقول فيها: فهذا كتاب صغير الحجم كبير النفع فيما وقع في القرآن العزيز من الأيمان والأقسام والكلام عليها يمينا وارتباطها بالمقسم عليه وذكر أجوبة القسم المذكورة والمقدرة وأسرار هذه الأقسام، فإن لها شأنا عظيما يعرفه الواقف عليه في هذا الكتاب، وسميته كتاب التبيان في أيمان القرآن. أيمان إذن تبيان. نعم. في أيمان، في أيمان القرآن. نعم. الذين طبعوا الكتاب في المرة الأولى أخذوا يعني لأنه يتكلم في القسم فسموه التبيان في أقسام القرآن. هناك طبعة كما شاهدنا في الصورة طبعا. نعم. أيمان. نعم. نعم. نعم في التحقيق الأخير
التحقيق العلمي الأخير بالاسم الصحيح، ووجد هذه المقدمة القصيرة التي يذكر ما سيشرحه في كتابه هذا من الأيمان، والأيمان والأمثال وغير ذلك من الأمور هي من علوم القرآن التي ذكرها السيوطي في إتقانه. طيب دكتور، ما منهج المؤلف إذن في هذا الكتاب؟ المؤلف عامة في كتبه ككل له منهجان، منهج عام ومنهج خاص. يعني المنهج العام طريقته التي يسلكها في تأليفه حتى صارت واضحة المعالم هي اعتماده على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، تقديمه لأقوال الصحابة، احتفاؤه بأقوال السلف، وكذلك قوة حجته وطول نفسه في تقرير المسائل مع مراعاة المقاصد والأحكام. يعني تجده يأتي بكل الأقوال في هذا هو الغالب على طريقته، يأتي بكل الأقوال التي قيلت في هذه المسألة مع الترجيح والأخذ والرد، لا يتركها كذا. هذا هو الاجتهاد يعني. نعم. الموضوع المنهج الخاص فهو سلكه، يعني ما سلكه من طريقة في كل كتاب بما يناسبه ويلائمه. طبعا الكتاب هذا فيه تأصيل نظري لموضوع القسم، ويقسم الله عز وجل بنفسه وبمخلوقاته. القسم يكون بالواو، هل الفعل القسم يكون مذكورا أو يكون محذوفا، جواب القسم يكون مذكورا أو يكون مقدرا. مثل هذا عالجه علاجا رائعا في كتابه هذا. نعم. جميل. إذن من هنا ننتقل دكتور أحمد إلى كتاب آخر مهم، هو كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، حقيقة هذا من الكتب المشهورة جدا لابن القيم، وقد يعجب الناس إذا عرفوا أن هذا الكتاب هو شرح لكتاب مشهور لدى علماء الصوفية. معلوم منهج ابن القيم وأنه على طريقة أهل الحديث، وربما يعني يستنكر أو يستبعد بعض الناس أن يعمل عالم من هذا التيار أو من هذا الاتجاه في شرح كتاب للمتصوفين، خصوصاً لكن في الحقيقة تلميذ ابن تيمية يعني. نعم. نعم. في الحقيقة هذا شرح لكتاب منازل السائرين إلى رب العالمين للهروي، وهو من أعيان القرن الخامس الصوفيين، وقد تحدث عن مقامات بأسلوب الصوفية بمصطلح الصوفية، ذكر 100 مقام قسمها على 10 أقسام. ابن القيم رحمه الله تعالى شرح هذا الكتاب شرحا وافيا، وهو يدل على تضلعه في علوم التزكية. والحقيقة الكتاب يعني مرجع مهم في التصوف الصحيح. بدأ ابن القيم كتابه في الحديث عن الفاتحة، ثم تكلم عن العبودية، ثم شرح كتاب الهروي رحمه الله تعالى. من الميزات لهذا الكتاب أن ابن القيم يحترم الهروي كثيرا ويجله، وحينما يناقشه في المسائل التي يخالف فيها يعني يناقشه بكل أدب واحترام، حتى في المسائل التي يعتبرها ابن القيم أنها من الكبائر وأنها ما ينبغي يعني، وأنها دخلت من الديانات الأخرى وكذا، ومع ذلك يعني يبقي احترامه وتقديره، وهذا الواجب على العالم المخلص أن يحترم التيارات كلها وأن يجيل لها. كان دائما يعتذر له عن بعض ما يعتبره أخطاء منه. ومن مميزات الأسلوب أو منهج المؤلف في هذا الكتاب أنه يبعد هذه المصطلحات التي يستعملها الهروي بظلالها الصوفية إلى ردها إلى الكتاب والسنة، فيشرحها من خلال المصادر الشرعية. أريد أن أضرب مثالا على استدراكه على الهروي. تفضل. من المسائل المشهورة إن سمحت لي. تفضل. يتكلم عن مقام الحزن، يعني الهروي يعدد المقامات التي ينبغي على السالك بعبارة الصوفية أن يجتازها ويصل إلى مقام يسميه مقام الحزن. فابن القيم رحمه الله تعالى يعني يتكلم عند هذا المقام كلاما رائعا جدا، ويقول ليس الحزن مطلوبا تحصيله شرعا، ولم يرد في كتاب الله إلا منفيا أو منهيا عنه، ثم يستعرض الأحاديث الآيات والأحاديث
التي تدل على أن الإسلام لا يسعى إلى الحزن. لكن لو أن الإنسان أصيب بشيء من الحزن وصبر وكان له منزلة وكان له يعني أجرا على هذا، فلا يحصل هو بنفسه الحزن، إنما قد يأتي الحزن طارئا عليه، فهو صبره عليه هو الذي يجعله في مقام من مقامات التقرب إلى الله تعالى. إذن دكتور حمدي، باختصار قبل أن نختم مع دكتور أحمد، حدثنا عن كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. نعم. هذا الكتاب يعالج فيه ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى الانحرافات الموجودة في الأسماء والصفات عند الجهمية والمعطلة في موضوعات أربعة، سماها ابن قيم الجوزية سماها طواغيت. طواغيت، نعم، بهذا المصطلح. يعني الطاغوت الأول قولهم إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل منها يقين، وقد رد هذا الطاغوت من 73 وجها. الطاغوت الثاني قولهم إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها. الطاغوت الثالث قولهم إن أخبار الرسول الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن. الطاغوت الرابع قولهم إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي، وقد رد هذا الطاغوت من 41 و200 وجه، يعني من 241 وجها. نعم، لكن نريد أن نعرف المستمع الكريم المشاهد الكريم موضوع الجهمية، من الجهمية ومن المعطلة، حتى يعرف المصطلحات. الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة. هذه مصطلحات خاصة بيدرسها نعم في الفرق الإسلامية بما يسمى بعلم الكلام. أو العقيدة. والجهم بن صفوان من الجبرية الخالصة، ظهرت بدعته بترمذ وقتله سلم بن أحوز المازني بمر في آخر ملك بني أمية، وهو من القائلين بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى بمزاعم أهمها أن إثبات الصفات يقتضي أن يكون الله جسما، لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام لأنها أعراض والأعراض لا تقوم بنفسها. إرادة تنزيه الله تعالى، أن وصف الله تعالى بتلك الصفات التي ذكرت في كتاب الكريم أو في سنة نبيه العظيم يقتضي مشابهة الله بخلقه إلى آخره، ويقول كذلك إن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. طيب. أما التعطيل فهو ما أثبت الله، هو إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان كليا أو جزئيا وسواء كان بتحريف أو جحود. رد على هؤلاء من يعني الجهمية والمعطلة، رد عليهم الإمام ابن القيم. هو طبعا مع مثل هو مثل شيخه يقول بالإثبات بالنسبة لآيات الصفات وأحاديثها. صحيح. وإن كان المشهور عن السلف التفيض الإيمان بالصفة مع تفويض علم معناها إلى الله عز وجل، لكن هم يقولون بالإثبات نثبت لله عز وجل. مثلا صفة اليد يقول نثبت لله يدا لكنها ليست كأيدينا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صحيح. الخلف من أهل السنة يؤولون هذه الصفة والكلام فيها كثير، ولذا العلماء جمعوا بين الرأيين وقالوا إن السلف يعني أولوا إجمالا وإن الخلف أولوا تفصيلا. أكيد. نعم. إذن باختصار نختم معك دكتور أحمد من كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين. في الحقيقة هذا أهم كتاب لابن القيم ويحتاج الحديث عنه إلى نوع إطالة، لكننا دائما يعني نزاحم بالوقت. صحيح. الحقيقة أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين أو معالم الموقعين، يعني بعض المحققين مؤخرا يعني رجح أعلام. وأعلام الموقعين إما جمع علم بمعنى العالم، لأن صدر الكتاب تحدث عن المفتين ابن القيم، يعني عدد من المفتين من الصحابة ومن بعدهم، فيعني هؤلاء أعلام. والراجح أن أعلام بمعنى جمع علم بمعنى مرشد، علامات يعني مرشدة للمفتين والقضاة والفقهاء. الكتاب في الحقيقة بناه ابن القيم على كتاب سيدنا عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، الذي فيه العبارة المشهورة يعني الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. الكتاب مشهور جدا في القضاء، وأصل الكتاب أراده ابن القيم شرحا لكتاب سيدنا عمر، فخرج معه كتابا كبيرا
أوضح ما يكون في حكم التشريع ومقاصد الشريعة. وإن كان في الحقيقة كما ذكرت يعني يحاول الإنسان ماذا يصنفه، هل هو كتاب أصولي مقاصدي، كتاب في القواعد الفقهية، أطال في مباحث الاجتهاد والتقليد فيه بشكل كبير، وهو في الحقيقة موجه أساسا للمفتين، لأن المقصود بالموقعين عن رب العالمين أولئك الذين يفتون، لأنهم كأنهم يوقعون يعني الإذن من الله عز وجل على صحة فتاويهم. نعم، فالكتاب طبع في 6 مجلدات، المجلد الأخير في الفهارس، وهو في الحقيقة تحدث في موضوعات مهمة جدا، مثل إبطال الحيل، ومثل تغير الفتوى، مثل سد الذرائع، وتداخلت عنده العلوم في الحقيقة، فيمكن أن يكون الكتاب مرجعا ومرجعا في الأصول ومرجعا في المقاصد. لذلك يعتبر من أهم كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. جزاكم الله خيرا. إذن في ختام فقرة أو فقرة حلق موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، نشكر ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول دكتور أحمد السعدي، أستاذ اللغة العربية في الجامعة التركية. حياكم الله وبارك بكم. بارك الله بكم، الله يبارك فيكم وإياكم. أما الآن مشاهدينا الكرام، فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة من الذاكرة عنوانها هذا الأسبوع النسب بزيادة الألف والنون. خبرني يا أبا محمد كيف نسبوا إلى البحرين؟ فقالوا بحراني، وإلى حصنين؟ فقالوا حصني. هلا قالوا حصناني كما قالوا بحراني؟ يا مولاي، لو قالوا في النسب إلى البحرين بحري لالتبس، فلم يدر النسبة إلى البحرين وقعت أم إلى البحر، فزادوا ألفا بينهما، كما قالوا في النسب إلى الروح روحاني. الصواب إلى الروح من غير قطع. ولم يكن في حصنين شيء يلتبس به، فقالوا حصني على القياس. هذا رأينا نحن نحويي مدرسة البصرة. لو سألني الخليفة عنهما لأجبته بأحسن من هذه العلة، فنحن نحويي مدرسة الكوفة لنا رأي آخر في النسبة. إني أسألك فهات رأي مدرسة الكوفة. كرهوا أن يقولوا حصناني فيجمعوا بين النونين، ولم يكن في البحرين إلا نون واحدة، فقالوا بحراني. كيف تنسب إلى رجل من بني جنان؟ إن لزمت قياسك قلت جني فجمعت بينه وبين المنسوب إلى الجن، وإن قلت جناني رجعت عن قياسك وجمعت بين 3 نونات، كما رأي مولاي؟ رأيي أنكما تستحقان المكافأة والثناء. الصواب تستحقان المكافأة بوصل الكلمتين والهمزة. أما أجمل أن يكثر المجتهدون، وما أحلى أن يتنافس علماء الأمة في خدمة اللغة العربية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العربي من الرافدين، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، وعنوانها هذا الأسبوع من الفوائد اللغوية عند الإمام ابن قيم الجوزية. نبدأ في هذه الفوائد اللغوية عند الإمام ابن قيم الجوزية من قوله تعالى إن سعيكم لشتى في سورة الليل. هنا دكتور، ما الفرق بين السعي والعمل؟ نعم، يفرق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يفرق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بين السعي والعمل. يعني يقول بأن العمل عام والسعي فيه اهتمام، فيه خصوصية، لذا يقول ولفظ السعي هو العمل، لكن يراد به العمل الذي يهتم به صاحبه ويجتهد فيه بحسب الإمكان، فإن كان يفتقر إلى عدو بدنه عدا، وإن كان يفتقر إلى جمع أعوان جمع، وإن كان يفتقر إلى تفرغ له وترك غيره فعل ذلك.
فلفظ السعي جاء في القرآن بهذا الاعتبار بهذا التفصيل، ليس هو مرادفا للفظ العمل كما ظنه طائفة، بل هو عمل مخصوص يهتم به صاحبه ويجتهد فيه. ولهذا قال في الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هنا في اهتمام ترك كل مشاغل الدنيا والمشي والسير إلى ذكر الله إلى صلاة الجمعة. وفي سورة الليل عفوا أيضا إن سعيكم لشتى، نعم يعني يختلف من مختلف من شخص لآخر. ولذا رجح هذه القراءة على القراءة الأخرى الشاذة فامضوا إلى ذكر الله، فامضوا شاذة ليست سعوا متواترة فامضوا شاذة قراءة شاذة لكن هنا في الصحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون. هنا لماذا فلا تأتوها تسعون؟ هنا السعي معناه المشي السريع، فهو هذا منهي عنه، ليس فيه طمأنينة، لازم المشي مع الطمأنينة. ما فاتكم فما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. نعم، فالأصل لأنه في صلاة ما دام خرج يطلب الصلاة فهو في صلاة، فعليه أن يسير بسكينة واطمئنان ولا يسرع، وخاصة الذي يدخل المسجد ويجد الإمام اقترب من الركوع فيسرع، هذا لا يجوز. يفقد الطمأنينة نعم صحيح. إذن أيضا دكتور في قوله تعالى ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هذا في سورة الأنفال. هنا ما الفرق دكتور بين الحسب والتأييد؟ يعني نذكر المعاني اللغوية أولا ثم ندخل إلى كلام الإمام ابن القيم الجوزي. الحسب معناه الاكتفاء في قول سيبويه. نعم والتأييد معناه التقوية، أيدته تأييدا، قويته ونصرته. نعم، وفي حديث حسان ابن ثابت رحمه الله تعالى ورضي الله عنه إن روح القدس لا يزال يؤيدك في يؤيدك يعني يقويك وينصرك في هجائه للمشركي مكة بالشعر. صحيح. نعم، يعني ولذا جلس مع سيدنا أبي بكر الصديق وعرف الأنساب وقال سأستلك كما تستل الشعرة من العجين، النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه ويهجو الآخرين. ماذا يقول ابن القيم الجوزية هنا؟ يقول على موضوع الحسب والتأييد، يقول فجعل الحسب له وحده في الآية وحده. إن حسبك الله، من يكفيك الله، ولذا ركز في هذا الأمر بأن الحسب لا يكون لله وحده، أما التأييد فيكون له ولغيره. النصرة، تأييد النصرة من الله ومن غيره. نعم، فهذا هو التفريق الذي سار فيه في هذا الأمر. من الفوائد اللغوية الأخرى أيضا عند ابن قيم الجوزية في قوله تعالى الذين في غمرة ساهون، وهذا في سورة الدارية دكتور، ما الفرق هنا بين السهو والنسيان؟ نعم، يقول ابن القيم هنا كلاما مختصرا السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه. والفرق بينه وبين النسيان أن النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفة، والسهو لا يستلزم ذلك. نعم، المفردات للراغب الأصفهاني يقول السهو خطأ عن غفلة، وذلك ضربان، يعني نوعان، أحدهما ألا يكون من الإنسان جوالبه ومولداته كمجنون سب إنسانا. نعم، ليس عنده غفلة، هو أصلا يعني لا يؤاخذ. صحيح. نعم، مرفوع عنه القلم. أن يكون منه مولداته هو السبب في هذا الأمر، لا كمن شرب خمرا. نعم، ثم ظهر منه منكر لا عن قصد إلى فعله، الأول معفو عنه، المجنون. معفو عنه. نعم. الثاني مأخوذ به لأنه هو الذي تسبب في هذا الأمر أن غيب عقله فيؤاخذ على ما يفعل. صحيح. نعم، ويعاقب عليه. نعم، وعلى نحو الثاني ذم الله تعالى فقال في غمرة ساهون، وعن صلاتهم ساهون. نعم، ولكن هنا السهو كما ذكرت ليس بالضرورة أن يكون عن غفلة. نعم. في المصباح يقول المصباح المنير فرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر. نعم. والساهي بخلافه. نعم. يعني هنا أيضا دكتور لفظ كل إذا أضيف إلى المخاطبين كيف يعود الضمير إليه؟ نعم،
ابن القيم له طبعا باع في العربية، وكل من الألفاظ التي لفظها لفظ المفرد ومعناها معنى المعنى معنى الجمع. صحيح. هذه واحدة. الأمر الآخر معنى الجمع، إذن هل ترجع إلى المخاطب أم إلى الغائب؟ يعني مثلا يقول واعلم أن كل من ألفاظ الغيبة، فإذا أضفته إلى المخاطبين جاز لك أن تعيد الضمير عليه بلفظ الغيبة مراعاة للفظه، وأن تعيده بلفظ الخطاب مراعاة لمعناه، فتقول كلكم فعلتم وكلكم فعلوا. هذه واحدة للتبيان يعني. نعم، يعني تبع اللفظ وتبع المعنى. صحيح. نعم. فإن قلت أنتم كلكم فعلتم أو أنتم كلكم بينهم درهم، يقول إن جعلت أنتم توكيدا، إن جعلت أنتم مبتدأ، أنتم طبعا مبتدأ، وجعلت كلكم توكيدا، كلكم صارت توكيدا. نعم. قلت أنتم كلكم فعلتم وبينكم درهم لتطابق المبتدأ، من أجل أن تطابق المبتدأ. صحيح. نعم. صحيح. نعم. وإن جعلت كلكم مبتدأ ثانيا جاز لك وجهان، أحدهما أن تقول فعلوا وبينهم درهم، يعني أنتم كلكم فعلوا وبينهم درهم، أو أنتم كلكم فعلتم وبينكم درهم. في الغيبة والخطاب. في الغيبة والخطاب. أكذا. لو اعتبرنا كلكم مبتدأ، لأن مدام مبتدأ ثان. نعم. يجوز الأمر. نعم. أيضا في سؤال آخر دكتور، ما الفرق بين الشهادة والرواية؟ نعم، طبعا هذه من الفروق الدقيقة التي يعني جعلت العلماء وخاصة الإمام القرافي يعني يفرد لها موضوعا طويلا في الفروق، فروق اللغوية، الفروق يعني فيها أمور لغوية رائعة للإمام القرافي، مع أنه في الأمور الفقهية لكن يفرق في أكثر من 20 وجها بين الرواية والشهادة. لكن نأخذ الأمر اليسير عند ابن القيم، يقول الفرق بين الشهادة والرواية أن الرواية يعم حكمها الراوية وغيره على مر الأزمان، يروي حكما عاما، أمرا عاما، على خبر العموم. نعم. لكن الشهادة هنا خبر خاص، خبر جزئي خاص بالمشهود له أو المشهود عليه، ولذا لها تبعات ولها شروط. الرواية ليست لها شروط إلا موضوع الصدق، أن يكون صادقا وأن هذا الذي يروي وتقبل شهادته. لكن الشهادة الراوي أن يكون صادقا، لكن الشاهد لابد أن يكون ممن تقبل شهادته. نعم. وألا يكون وحده، أن يكون معه شاهد آخر، ولابد أن يكون ذكرا. ويعني في عدة شروط كثيرة جدا، والحرية فيها عدة شروط كثيرة جدا بخلاف الراوي. صحيح. إذن نعم. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة غريسون التركية، حياكم الله وبارك بكم دكتور. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإياكم الله. ومسك الختام مشاهدينا سيكون مع فقرة سيرة عالم، اخترنا لكم هذا الأسبوع الإمام ابن قيم الجوزية العالم الموسوعي، في رعاية الله. ابن قيم الجوزية العالم الموسوعي. هو الإمام محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الملقب بشمس الدين وابن قيم الجوزية، ولد في عام 91 و600 للهجرة، ونشأ في مدينة دمشق. لازم شيخه ابن تيمية إلى أن مات، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة، مع اشتهاره بالورع والتقوى وشدة عبادته. عرف الإمام ابن قيم الجوزية بسعة فهمه لعلوم الشريعة، قال عنه القاضي برهان الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع علما منها. وقال ابن رجب: كان عارفا بالتفسير لا يجار فيه، وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى، والحديث ومعانيه وفقه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك.
برع الإمام ابن قيم الجوزية في علوم مختلفة، وقد ترك مجموعة من الكتب القيمة، منها بدائع الفوائد من أشهر كتبه، وهو كثير الفوائد أكثره مسائل نحوية، التبيان في أيمان القرآن وفي جميع الأقسام التي أقسم بها الله قسما صريحا أو ضمنا في القرآن، زاد المعاد في هدي خير العباد من أشهر كتبه، جمع فيه بين الفقه وأحكامه والسيرة النبوية ووقائعها، وسماه ابن حجر العسقلاني الهدي النبوي. إعلام الموقعين عن رب العالمين، جمع فيه بين الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة وتاريخ التشريع والسياسة الشرعية. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتبه المشهورة، وهو شرح لكتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي. توفي الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله سنة 51 من الهجرة، ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير عند والدته، وكمل له من العمر 60 سنة.